نحن هنا اليوم في قمة أخضر العالمية في موسكو، شرف كبير لنا التواجد هنا، وهذه الفكرة فكرة سيدي صاحب السمو الشيخ بن محمد بن زايد في نقل قمة أخضر من الإمارات إلى العالم، وموسكو هي المدينة الأولى تستضيف هذا الحدث العالمي، وطبعا في متابعة حثيثة من سيدي صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد لإنجاح هذه القمة وتكون هي بالمستوى المطلوب، ولله الحمد نرى نجاح كبير في أول يوم من الإقبال ومن مجالات النقاش والحوار الحاصلة وكذلك الورش الجانبية. طبعا أخضر هدفها الأساسي هو تغيير الفكر النير، الوسطية، التسامح، المحبة، التعاون، تمكين الشباب بمهارات تمكنهم من التغلب على التحديات الجديدة في العالم والعصر الحديث. نستفيد من هذه القمة في نقل الفكر والمعرفة ونقلها لدول أخرى، وما نراه من نجاح من القمة الأولى والثانية والثالثة وأثرها على منظومات التعليم في العالم وتغيير الفكر التربوي في العالم.